لو قلت لك افتح جوجل واسأل عن حاكم استخدم الدين كوسيلة سياسية، هتلاقي تاريخ طويل عريض جايب من أول الحكام اللي حكموا أوروبا في العصور الوسطى عد حكم الإخوان المسلمين في مصر. ده خلينا نسأل سؤال مهم، مين الحاكم الفرعوني اللي عمل كده؟ قبل ما تجاوب وتقول إخناتون أحب أقول لك إيه؟ من أكتر الحكام اللي عليهم خلاف في التاريخ المصري القديم، أمنحتب الرابع اتولد في عيلة كلها مؤمنة بالإله أمون من اسمه واسم جدوده. فلما كبر وحكم قالك لا لا لا، بص لملي كل الآلهة اللي في مصر دي، احنا مش هنعبد غير إله واحد ورمزه الشمس، وأنا نفسي هيبقى اسمي أخناتون. وده خلى كل رجال الدولة يقلبوا عليه، وخلى فترة حكمه فترة منسية في التاريخ. إن قوة عبادة أمون كانت أقوى من إنه يشيلها من الوجدان، وبالتالي رجعت بعد ما هو مات ومحت كل ذكرى ليه، ومفضلش غير اسمه وشوية معلومات عن أتون. وهنا تبدأ تقاثر الأقاويل والنظريات. في قال إن إخناتون هو عزيز مصر في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وبالتالي كان أتون هو رمز الإله اللي عرفه عليه سيدنا يوسف، وحتى اتعمل عليه مسلسل إيراني شفناه كلنا رغم كل المحرمات اللي فيه. وفي كمان ناس قالوا إن في نبي هداه بس مش سيدنا يوسف، واحنا ما نعرفش كل الانبياء. وفي اللي قالوا انه عمل كده منه لنفسه. إخناتون لو عمل كده من نفسه لنفسه، فده معناه انه عمل كده لسبب من اتنين، يا اما سبب ديني انه فعلا كان مقتنع بكده وتمرد على فكرة ما وجدنا عليه اباءنا، يا اما سبب سياسي. ازاي؟ إخناتون كان جاي فترة كلها اضطراب، وشكل الاضطرابات دي هو ان كبار كهنة امون كانوا بيحاولوا يسيطروا على الحكم زي ما كانوا بيحاولوا دايما، لكن الموضوع كان زايد عن حده شويتين. فجي إخناتون عايز يسيطر على الحكم، يعمل ايه؟ لو اعدمهم او نفاهم او غيرهم الشعب هيقلب عليه وهيقتله تاني يوم، لان قوتهم كانت طاغية جدا، لو طوحهم هيخسر العرب. بدل ما يغير الكهنة قرر انه يغير الاله نفسه. يشيل من تحت رجلهم السجادة اللي هم معتمدين عليها فيبقوا في الهواء، وده اللي هو عمله بالظبط. ومن الواضح ان السياسة دي ما نجحتش انها تغير، بل بالعكس تاريخه كله اتمحى. فقول لي تفتكر ايه سبب ان إخناتون يعمل كده؟ هستنى اجاباتكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير. شريف العربي. التاريخ هو الأحداث اللي بتحصل في الوقت اللي بتحصل فيه، احنا بنعرفها ونورثها بالطرق المختلفة، أظن ده ما فيش اختلاف عليه. وبرضو لو الأحداث اختفت، وده برضو مستحيل، يبقى برضو ما فيش تاريخ. وبرضو لو التراث اختفى، يبقى برضو ما فيش تاريخ. بس ده بقى مش مستحيل. لو بصينا للحضارة المصرية القديمة، هنسأل نفسنا سؤال، ايا كان اللي وصل له الناس دي، التراث ده كله راح فين وازاي موصلش؟ الاجابه ان في 1300 سنه واعين من تاريخنا، عارفينهم بس مش عارفين اللي حصل فيهم ايه. يعني من اخر ملك مصري قديم ولحد الفتح الاسلامي عدى علينا احتلالات كتير، من فرس لروم لبيزنطيين لرومان. لو فاكرين لما كنا بنتكلم عن الهكسوس قلنا ان لما المحتل بيجي طبيعي جدا ان احنا بنخبي عنه كل تقدم احنا عملناه عشان ما يسيطرش عليه وينسبه لنفسه ونطلع احنا خسرانين. طبيعي جدا ان المصريين لما يلاقوا الفرس جايين عليهم ان هم يخبوا اسرار، فكان طبيعي ان المصريين لما يعرفوا ان الفرس جايينهم يخبوا اسرارها. طب وبعدين؟ لا خلاص مفيش بعدين، بما ان الدولة الفرعونية ما قامتلهاش قومة، فطبيعي جدا ان الناس اللي بتحمل الاسرار دي قرروا فجأة ان هم بطلوا ينقلوها، بمعنى ان العامل اللي اشتغل في الهرم بطل فجأة انه يقول لابنه ازاي بناه، بمعنى ان العامل اللي اشتغل في الهرم بطل فجأة يقول لولاده ان هم ازاي بنوه زي ما ابوه قال له، ده في حالة ان هم اللي بنوه اصلا. الفراعنة جم فجأة قرروا ان هم مش هيقولوا حاجه للاجيال الجديده، لان على راي عمنا سعد زغلول
مفيش فايدة. وبالتالي في 1300 سنة من تاريخ مصر احنا عارفين تفاصيلهم وملوكهم وقصصهم كمان، بس الواضح ان اللي عايش على الارض دي لمدة 1300 سنة نسي او تناسى سؤال مهم، هم كانوا شغالينها ازاي قبلنا اساسا؟ انتوا ايه رأيكم؟ هسمع رأيكم في الكومنتات وهستنى منكم لايك وشير. شريف العربي، قلنا هنبني وادي احنا بنينا السد العالي، المشروع القومي اللي المصريين كلهم التفوا حواليه واعتبروه اكبر مشروع قومي في عهد الاستقلال، وعملوا له اغاني وافراح. بس تخيل ان في نظريه كانت بتقول ان المصريين اول ما غنوا الغنوه دي كانت بتقول قلنا هنبني وادي احنا بنينا الهرم العالي. ايوه الهرم العالي. كمان في نظريه بتقول ان الاهرامات دي ما كانتش مقابر ولا حاجه، دي كانت اداه لتوليد الكهرباء. النظرية دي بتقول ان الهرم بغرفه التلاتة كانوا اداة لتصنيع الكهرباء عن طريق عمليات فيزيائية وكيميائية مش موضوعنا دلوقتي، زي الواي فاي او الموبايل داتا اللي انت بتشوفني بيه دلوقتي. وزي ما تسلا قال وحاول يعمل بنظريته اللي ما شافتش النور، وده يودينا لسؤال اهم، مين اللي بنى الهرم؟ النظرية التقليدية بتقول ان بغض النظر عن الهدف ان الهرم اتبنى على ايد قدماء المصريين بحجارة من اماكن مختلفة في مصر انتقلت لمنطقة الاهرامات بطرق تقليدية زي السحب والجر والتحميل على السفن، قد ما جمعنا الهرم الكبير ده. النظريات التانية بتقول ان اللي بنى الهرم هم قوم عاد، يطلق عليهم في بعض الثقافات العمالقة او العمالقة نسبة لأطوالهم الشاهقة، واعتمدوا واستندوا على آيات من القرآن لوصف قوم عاد، فوصف البناء في عهد الفراعنة معتمدا على الأوتاد. ده إذا كان فرعون أساسا من قدماء المصريين. هتكلم في ده الحلقة الجاية بالتفصيل. هنرجع تاني لقوم عاد، وخصوصا إن قوم عاد كانوا منشغلين عن رسالة سيدنا هود بالبناء والتشييد. هنلاقي إن النظرية دي ليها أساس وقوي كمان، بس في نظرية تانية بتقول إن الفضائيين هم اللي بنوا الأهرام. وإنت بقى قول لنا تفتكر مين اللي بنى الأهرامات؟خبري الجديد انا اللي نقوله عثمان يقولوا لكم ده ايه بقى؟ هيبسط لنا في خمس حالات كلمه. ايوه مكونه من خمس حروف. طب يا عم ربنا يوفقك. اعزائي المشاهدين، أيوة انا بقى كده بقى مشهور. ايه ده معقوله تجيب لي قهوه مشروبه قبل كده؟ ابو ابراهيم جه اشتغلني مره واحده على الاقل في حياتهم كلها. زواج وطلاق رجل امرأة. طبعا محدش هيفكوا في الحكاية دي غير ولم يكن شائع صيد في زمان. الجديدة دي اقسم بالله ما سمعتها. يو ولت يا سلام عليك. معروف عن الشخص ده انه شكاك جدا. احنا ليه بنتخانق مع بعض؟ كل ده ما كانش بيحصل وما كانش حقيقي، ومن هنا كانت البداية. من خلال دعمكم والكومنت كمان المشاهدات بتاعتكم واللايك. يلا سلام.